السلام عليكم، أنا زميلتكم دانا النصرة. اليوم رح نكمل بموضوع الميجرمنت ايرور. هذا الفيديو رح يكون محاضرة 87 للدكتور محمود. فبسم الله، بس هاي السلايد كانت مفروض انها تكون مع الفيديو اللي قبل، نسينا نحكي عنها. هي بكل بساطة بتحكي عن الافيشنسي. الافيشنسي هي قدرة التست انه يعطيني نتائج صح، سواء هاي النتائج كانت بوزيتيف سواء هاي النتائج كانت نيجاتيف. عشان هيك بالقانون تبعها منلاقي 2 positive زائد 2 negative على كل sample ضرب 100%. So the efficiency هي probability that the test result and the diagnosis agree، إنه التست يكون صح. أما هون خلينا نبلش بموضوع محاضرتنا الرئيسية اللي بيحكي عن data collection instrument. حكينا من المحاضرة الماضية أو اتفقنا من المحاضرة الماضية عن إنه data collection instrument هي بنقصد فيها إنها manual measurement tool. أذكركم فيهم، حكينا المحاضرة الماضية عن الماشينز وإنه هاي الماشينز بنقيسي لها السنسيتيفيتي والسبيسيفيسيتي عشان أشوف الصحة والدقة تبعتهم. أما موضوع محاضرتنا اليوم رح يكون عن المانيوال يلي بقيسي لهم الفاليديتي والريلايبيليتي عشان أشوف الصحة والدقة، مثل الفيزيكال أسسمنتس، الكويستشنرز والأوبزرفيشنز. طب ليه ما أقيس لهدول الأشياء specificity و sensitivity؟ لأنه بالماشين كان يعني بقدر أنا أطلع direct results، أقدر أحكي إنه هذا positive، أقدر أحكي إنه هذا negative. screening tests كانت تعطيني positive results و negative results، عشان هيك أنا قدرت أحسب لها sensitivity و specificity. أما الأشياء اللي بقيسها بالmanual يعني ما بقدر انا اخذ نيجاتيف ريزلت او بوزيتيف ريزلت دايركتلي، لازم اعمل كويستشنرز، مثلا لازم اعمل سيرفيز. مثلا خلينا نحكي انه انا بدي اقيس السيلف استيم عند طلبة الجامعة. ما في ماشين معينة بتيجي بتعطيها لهدول الطلاب بتقيس لك فيها السيلف استيم على طول، بتعطيك نتيجة بوزيتيف او نتيجة نيجاتيف. ما بزبط، لازم أنا أعطي questionnaires، أسأل، أعمل assessments، وهذا الإشي بده manual tools of measurement وهيقيس لها reliability والvalidity. إذا مصطلح الvalidity والreliability ما كان كتير واضح بالمحاضرة الماضية، don't worry، هلأ رح نشرحهم بالتفصيل وإن شاء الله يعني يكونوا أوضح هاي المرة. نرجع هون. في عندي كريتيريا للديتا كولكشن انسترومنت ثلاثة. أولها البراكتيكاليتي معناها practicality من ناحية تكلفة، إنه ما يكون كتير مكلف هذا الانسترومنت أو هاي الكوستيونير، ويكون appropriate. من ناحية culture، لأنه مثلا في كتير نحكي questionnaires developed by researchers بالUS، وهاي الكويستشنز ممكن تكون انها كتير دقيقة وانها بتعمل لي measurement للاشي اللي انا بدي اياه بالضبط. بس يعني لو بدي اجي اخذ هاي الكويستشنر واعطيها للناس هير ان جوردن، ممكن يكون فيها اسئلة ما تناسب مجتمعنا، ممكن يكون في اسئلة تكون offensive للناس اللي بمجتمعنا. عشان هيك عندي لازم اعمل اشي maintenance، يعني اما بعمل اشي اسمه adaptation. Adaptation هو إني أشيل هاي الـ culturally sensitive items من الـ questionnaire، يا إما إنه أنا أعمل الـ questionnaire وأحط الأسئلة اللي أنا بدي إياها واللي أنا بشوفها مناسبة. هلأ نتفق على شغلة، إنه لما أحكي هنا items بيكون قصدي فيها الـ questions اللي بيكونها بالـ questionnaire. ومن الـ criteria كمان هم reliability والـ validity، رح نحكي عنهم هلأ. بس هنا بدي أوضح إيش معنى conceptual definition وال operational definition. أنا researcher بدي أعمل research عن depression، هذا المثال رح أحكي لكم إياه كتير هلأ. بدي أعمل research عن depression، فبدي أعرف depression. في إشي اسمه conceptual definition اللي هو بيكون بالdictionaries، اللي لما تفتح على جوجل بتلاقي بويكيبيديا ممكن يحكوا لك إنه psychological disorder characterized by blah 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 blah.
بس مش هذا هو الديفينيشن اللي انا بدي اياه. انا كريسيرشر لازم احط ديفينيشن من عندي اسميه operational definition. بهذا operational definition بدي احط فيه الطريقه يلي انا قست فيها هذا الديبريشن او هذا الفاريبل. مثلا بحكي انه انا استخدمت questionnaires وبعد ما عملت analytical epidemiology و descriptive طلعت معي results. هاي results حللتها على انها من 1-4 انه هذا person not depressed, من 4-8 moderately depressed, واكثر من 8 severely depressed. هذا بسميه الoperational definition, هو يلي هو الريسيرشر هو يلي بيحطه بتضمن الطريقة يلي قاس فيها الvariable. في شيء اسمه عندي الobtained score. الobtained score هو الobserved score يلي أنا باخده من الناس, من الparticipants. أما الtrue score هو الإشي الhypothesized, الperfect measure attribute يلي من دون الerror. هون الerror هو يلي بيأثر على الtrue score, تمام؟ يلي it represents measurement inaccuracies. so الerror ممكن يزيد أو ينقص من قيمة الـ True Score عشان يعطيني الـ Obtained Score. هلا إحنا اتفقنا إنه في Errors of Measurement رح تصير, ما بقدر يعني إني أتجنبها. لو كان في 0.0001 Error لازم يكون في Error. هاي الـ Error من وين جاي؟ من Situational Contaminants. Situational Contaminants إيش معناها؟ زي الـ Hawthorne Effect يلي محاضرة الاناليتيكال الابيديميولوجي, لا مش الاناليتيكال, الاكسبيرمنتال الابيديميولوجي, حكينا انه انا لو اعطيت تيست مثلا امتحان لمجموعة معينة من الناس قبل الريسيرش واعطيتهم نفس الامتحان بعد الريسيرش, ممكن انهم يتذكروا اسئلة ويتذكروا الاجوبة الصح من الامتحان اللي اخدوا قبل. هذا رح يأثر ورح يعطيني ايرور. في روزنثال إفكت, هذا هو يلي كنا نحكي عنه, إنه الانفستيجيتور أو الريسيرشر نفسه يلي راح يعمل كولكشن للديتا أثر على البارتيسبنتس بأجوبتهم, زي مثلاً الطريقة يلي كان لابس فيها, مظهر العام, الطريقة يلي سأل فيها الأسئلة. هذا الإشي خلاه يأثر على البارتيسبنتس بطريقة أجوبتهم وخلاه يعطيني إيرورز, إنه أنا هما ما جاوبوا بطريقة صح, هما جاوبوا بتأثير من إشي خارجي. The concern for anonymity لأنه الواحد يعني بيهمه, مثلا في ناس بيهمهم إنه تكون الايدنتيتي تبعتهم anonymous, إنه ما ينكشف أي شيء بالذات لو كان في personal questions بالموضوع. لأنه لو واحد ما كان ضامن إنه الايدنتيتي تبعته ما تنكشف, فممكن يجاوب بطريقة إنه يعني يبين إنه هو حدا perfect. اللوكيشن, التايم, التمبرتشر, كل هاي الأشياء بتأدي لإيرورز. ترانزيتوري بيرسونال فاكتورز هم فيزيكال أند إيموشنال فاكتورز زي الهانجر, زي الأنجر, زي الأنكزايتي إذا كان كتير مشغول بإشي. ريسبونس سيت بايسز, بصير عندي بايس تحيز, إنه أنا مثلا حدا إجا يعطيني كويستشنير بده يقيس فيها الدبريشن, بس انا حدقة زيادة يعني وقلت انه لا, يعني انا ما يعني انا بدي اجاوب بطريقة تبين انه انا مش depressed, مع انه يعني اجاوب بطريقة انها تبين انه انا مش depressed, مع ان يعني بغض النظر عن انا شو كنت من جوا سواء depressed او مش depressed, بس خلص انا انه it's the way they think the questioner wants them to answer rather than according to their true beliefs. أو ممكن مثلاً يعني إنه هدول الparticipants إنهم يفهموا بطريقة غلط, يعني يفكروا إنه الأسئلة هاي أو الأسئلة اللي بيسألها الquestioner إنها بتكون تحكي عن إنه هدفها إشي, فهم يروحوا يجاوبوا على أساس هذا الهدف مع إنه هو بيكون قصده إشي تاني. Variations in data collection, مثلاً أنا عندي بدي أعمل برضو سيرفي عن الدبريشن, ما يعني ما بنفع أحكي لمجموعة أعطيهم كويستشنير ولمجموعة تانية أعطيهم أعمل عليهم انترفيو وبعدها أعمل إنه ريزلتس على أساس هذا الإشي, ما بيزبط لأنه كتير فاكتورز بتأثر. ممكن في ناس
يبينوا انهم مش depressed بالquestionnaire ويبينوا انهم depressed بالinterview. ف هنا changing coding, changing wording of interview questions, instrument clarity. يعني مثلا انا بدي اعمل IQ survey واعطيت امتحان, بس هذا الامتحان عملته بالفرنسي وما حدا قدر يفهم شو الامتحان بده مع انهم ممكن يكونوا بيعرفوا الاجوبة. ممكن الانستركشنز اللي انا بعطيهم اياها انه كيف يجاوب الامتحان ما تكون كتير واضحة, ما تكون كتير, ما اكون صغتها بطريقة هم فهموا علي فيها. الايتم سامبلينج, الايتم سامبلينج مثلا ممكن يحتمل مفهومين. اوكي, المفهوم الاول انه ممكن بالكويستشنرز يكون عدد الاسئلة كتير فالناس خلاص تمل وتزهق وتجاوب مثلا 30 سؤال من اصل 100 سؤال, غير عن لو انه انا اعطيتهم كويستشنير فيها 20 سؤال وجاوبوني على 18 سؤال. اما المفهوم الثاني تحت الايتم سامبلينج انه مثلا انا عملت اي كيو سيرفي فيها 100 سؤال وجيت حكيت لكم انه جاوبوا على اي 50 بدكم اياهم. هلا انا لو انعطتني هاي السيرفي رح اجاوب على 50 يلي انا عارفه اجاوبهم ورح اترك ال 50 يلي انا مو عارفه اجاوبهم. فهلا انا ممكن اجيب مثلا 48 من 50 بالاجوبه بالاسئله اللي انا جاوبتها, بس لو اعطتني الست الثاني تبع الاسئله انا ممكن اجيب فيه 30 من 50. فهذا الاشي يعني كتير بيعمل ايرور, يعني هذا الاشي ما بيقيس قد ايه الاي كيو تبعي, قد ايه يعني ما بيعطي انديكيشن. الانسترومنت فورمات, اوضح مثال عليه مثلا لو كانت كويستشنير اونلاين او لو كانت ورقي. انا من الناس اللي بيحبوا انه تكون الكويستشنير اونلاين, يعني لو كانت ورقي ممكن كتير ازهق وامل وخلص اجاوب نص الاسئله واطلع, اما لو كانت كويستشنير اونلاين بحس انها يعني بتمرق بسرعه. مثلا الاوردر اوف كويستشنز, هاي بتصير معنا بالامتحانات انه لو اجتنا الاسئله الصعبه بالاول خلص نلتخي ونعرف نجاوب الباقي. هلا نبلش بالجد. الريلايبيليتي انا بوصفها بكلمتين اللي هما الكونسيستنسي والستابيليتي. يعني مثلا نحكي انه انا وزني 50 كيلوغرام, اليوم قست وزني طلع 50 وبكره قست وزني طلع 50 وبعده طلع وزني 50 كمان, فهذا الميزان يلي انا قست وزني فيه بقدر احكي عنه ريلايبل لانه بكل مره قست وزني فيها اعطاني نفس النتيجه, طبعا مع العلم انه ما صارش في اي مانيبيوليشن, يعني ما حاولت اني ازيد وزني هيك فجاه ولا حاولت اني انقص منه, يعني ما عملتش ولا شيء. تمام, هاي اسمها ريلايبيليتي. من قيسها بشيء اسمه ريلايبيليتي كوفيشنت, وهدول الريلايبيليتي كوفيشنتس ار بيست اون كوريليشن كوفيشنتس, كمان شوي بنشرح عنهم. أهم aspects, أهم 3 aspects للreliability بإني بقيسها بـ الستابيليتي زي ما حكينا قبل شوي, internal consistency والequivalence. كل واحدة من هاي الأشياء بتقيس لي شغلة يعني بتدل على الreliability. نبلش فيهم واحدة واحدة. الستابيليتي هي الـ extent to which scores are similar on two separate administrations of an instrument, زي المثال اللي حكيناه قبل شوي. بقيسها بالتست ريتست. هلأ التست ريتست حطوا ببالكم انه هما هو one test بعمله two times. حلو, زي المثال اللي عرضتكم اياه قبل شوي انه هو انا عم بقيس وزني one test قيسته اكتر من مرة او two times خلينا نحكي. بعديها بجمع السكورز يلي طلعت معي بكل تيست, بعمل لها correlation coefficient between the first and second administrations. هذا الاشي بفيدنا اذا كان ال variable اللي عم بقيسه stable مثل self esteem, لانه منطقيا يعني انه انا قست self esteem لشخص اليوم وطلع طلع self esteem تبعه عالي,
لو ما يعني لو ما صار أي manipulation، لو ما صار أي شيء يأثر عليه، مفروض إنه بكرة كمان نفس التست، أعطيه نفس التست ويطلع برضو السيرف ستيم تبعه عالي. حدا بسميه stable، بسميه عنده high stability، يعني هاي يعني ممكن يعطيني high reliability. أما الانترنال consistency، الانترنال consistency نركز فيها شوي، هي the extent to which all the instruments items أو surveys questions are measuring the same attribute or variable. يعني خليني أشرحها هون. لو مثلا أنا أعطيتكم survey بدي أقيس فيها depression، وحطيت لكم هاي الأسئلة وقلت لكم جاوبوني عليها على بشكل سكيل، إنه 1 هي أقل إشي وال 3 هي أعلى إشي. So a depressed person إيش رح يجاوبني؟ رح يحط هون 3 و 3 وهون 1. لاحظوا إنه هدول الثلاث أسئلة إنه هم مقياس لل depression، أو إني عم بقيس depression بكل سؤال بس بصيغة معينة. يعني I feel hopeless أنا عم بقيس depression، I feel worthless برضو عم بقيس depression، بس غيرت كلمة بس برضو عم بقيس depression. يعني لسه السؤال عم بدل على نفس ال variable، على نفس ال attribute. أما طلعوا على آخر سؤال I feel guilty about something، هلا الجلت يعني ممكن يكون إله دخل بال depression بس هو مش مقياس لل depression، يعني it does not measure the depression directly. So بقدر أحكي إنه هذا السؤال is not internally consistent مع باقي الأسئلة. هدول الثلاث أسئلة، أول ثلاث أسئلة بقدر أحكي عنهم إنهم internally consistent، أما هذا آخر سؤال it's not internally consistent مع باقي الأسئلة. بتمنى تكون وضحت لأني تعبت وأنا بحاول أدور على مثال. تمام، هذا ال التست أو الانسترمنت بعملها on one occasion، يعني مش two occasions زي اللي قبل شوي. appropriate for most multi-item instruments، multi-item instruments لأنه يعني الايتم الواحد أو الquestion الواحد يعني لازم أعمله comparing مع الquestion الثاني، ف يعني لازم يكون في عندي أكتر من item. من الميثودز اللي بستخدمها السبليت هاف تكنيك. السبليت هاف تكنيك مثلا انا عندي سيرفي فيها 10 questions، بقسم هدول ال 10 questions ل 2 groups، مثلا احط اول 5 questions بجروب وثاني 5 questions بجروب ثاني، بعديها اقارن الريزلتس اللي طلعت معي من الجروب الاول مع الريزلتس اللي طلعت معي من الجروب الثاني. اذا كانوا بيشبهوا بعض فبحكي إنهم internally consistent، إذا ما كانوا بيشبهوا بعض بحكي إنهم they are not internally consistent. الـ coefficient alpha، coefficient alpha هو الـ most used، الـ most used indicator للـ reliability، لأن الـ coefficient alpha هو رقم بحسبه، هو رقم بحسبه يعني مثلاً لو نحكي إنه إذا كان أكتر من 0.8 أو كل ما قربنا من الواحد بتكون الـ internal consistency عالية، يعني reliability عالية. تمام، إذا اتفقنا إنه كل ما كانت الـ consistency أعلى أو كل ما كان الـ correlation أعلى معناته أنا عندي reliability أعلى. الـ equivalence شغلة كتير حلوة، بتحكي عن إنه a degree of similarity between alternative forms of an instrument or between multiple raters observers using an instrument. يعني أقوى مثال عليها لما بالامتحانات تبعتنا يعطونا نماذج، هلا أنت مفروض إنه لو أعطوك النموذج A تجيب نفس العلامة لو قدمت بنموذج B، هذا بنسميه equivalence. منقيسها بإشي اسمه inter-rater أو inter-observer reliability. هنا أنا بعطي
هون أنا بعطي two tests لنفس السامبل. أوكي قبل شوي بال إيش اسمها هذيك بالستيبيليتي حكينا إنه هو one test بعطيه two times. أما بالإكويفالنس هو هم two tests بعطيها one time. انتجريتر يعني أنا الكويستشنر تبعتي مثلا قلت بدي أعطيها لحدا بروفيشنال يقيمها, هذا الحدا البروفيشنال الكويستشنر تبعتي أعطيتها لناس بروفيشنال بالمجال هذا قلت لهم قيموني هاي الكويستشنر إذا هي منيحة ولا لا. أعطتها لتو experts ماشي تو raters. واحد منهم حكالي إنها أوكي بعطيك عليها 6/10 والتاني حكالي بعطيك عليها 1/10. هلأ الresults تبعتهم أو performance تبعهم يعني كتير بعيد عن بعضه, فهذا it's not equivalent, تمام it's not consistent. بس هذا إيش بسميه inter-rater, إنه الquestionnaire نفسها يعني it was performed أو it was rated by two people, two raters. الانترا ريتر إنه ريتر واحد one rater بيعمل لي rating لهاي الكويستشنر أكثر من مرة أو على مثلا إنه يعني اليوم ومثلا الأسبوع الجاي. هذا الشيء بسميه parallel forms. parallel forms لأنهم two tools, حكينا إنهم two surveys لنفس same لنفس الجروب on the same day. example using two different forms of questions زي نماذج الامتحانات تبعتنا. نحكي عن reliability coefficients. reliability coefficients they represent the proportion of true variability. reliability coefficients بتقيس لي variability, so كل ما زادت variability بتزيد الreliability. قانونها true variability على obtained variability, so it should be at least 0.7. لأنه إذا كانت أقل من 0.7 بحكي عن التست not reliable. و 0.8 هنا preferable لأنه دكتور محمود بيحكي إنه الجورنالز ما بتقبل إنه reliability coefficient يكون أقل من 0.8. can be improved by making instrument longer, إني أحط questions أكتر. ليش؟ لأنه لما أحط questions أكتر رح يكون في variability أكتر بالإجابات, فكل ما زادت variability رح تزيد reliability. it's lower in homogeneous than in heterogeneous samples. ليش؟ هلأ homogeneous samples ممكن يكون لهم مثلا نفس characteristics, ممكن يجاوبوني نفس الأجوبة فبالتالي ما يكون عندي variability. أما بالheterogeneous samples بيكون عندي variability أكتر, بيكون في عندي تنوع أكتر, تشتت أكتر, فبتزيد reliability. كيف نعملها interpretation؟ مثلا إذا طلع معي reliability coefficient 0.84 يعني 84% من الـ variability يلي طلعت معي هي is due to true score differences among examinees. يعني الـ 84% الـ variability أو reliability coefficient معناها إنه هاي الـ variability يلي طلعت معي كانت بسبب true differences among the people يلي عملت لهم examination. هلا اللي بيضل من هاي النسبة مثلا 16% كانت بسبب measurement error. قلنا هون احنا بنفضل انه يكون reliability coefficient 0.8 او اكتر. اوكي نحكي عن validity. validity انا بخصرها بكلمة واحدة اللي هي accuracy. احكي لكم مثال حلو عن validity. validity مثلا انا واحد بده يقيس الفيفر اذا عنده فيفر او لا, بده يقيس البودي تمبريتشر. انا اعطيته ثرموميتر, هذا الثرموميتر لما اجى بده يقيس فيه طلع له حراره 25, اجى يقيس فيه مره ثانيه
برضو طلعت معه 25، إجا قيسي مرة تالتة برضو طلعت 25. طب إيش؟ هلا انتبهوا إنه أنا كل مرة قيسي تطلع معي نفس الجواب، معناته هذا الثيرموميتر ريلايبل. بس مش منطق تكون حرارة الجسم 25، عشان هيك هو ما كان عم بيقيس حرارة الجسم، كان عم بيقيس الروم تيمبريتشر، كان عم بيقيس حرارة الغرفة. بس أنا كان بدي إياه إنه يقيس حرارة الجسم. So هذا التست it did not measure what it was designed to measure. أنا كان بدي يقيس حرارة الجسم بس هو قاس حرارة الغرفة، عشان هيك هذا بسميه not valid. So validity هي when a test is valid when it measures what it is intended to measure. مثلا لو بدنا نطبقها نيجي نحكي عن الريسيرش، انا اعطيتكم سيرفي بدي افحص الديبريشن، بس انا اسئلتي ما كانت عن الديبريشن، كانت اسئلتي عن بتقيس السلف استيم. سو هذا التست از نوت فاليد. ما تخربطوها مع الانترنال كونسيستنسي فوق، انه الانترنال كونسيستنسي كانوا انه الايتيمز يعني within the items themselves. انا كنت احكي انه هدول ثلاثة بيشبهوا بعض أو إنه بيعطوني نفس الريزلت، والرابع ما أعطاني نفس الريزلت. أما هنا أنا بحكي عن التست كله إنه عم بيقيس هاي الشغلة أو ما عم بيقيسها. تمام؟ في عندي ثلاث أنواع على الفاليديتي حسب الشغلة يلي أنا عم بقيسها. إذا أنا عم بقيس مثلاً بدي أنا عندي امتحان وفي مادة انتو لازم تمتحنوا فيها، هذا الامتحان انا بدي اقيس معرفتكم او النولج او اللي درستوه عن هاي المادة كلها، لازم يغطي المادة كلها. تمام؟ هذا بسميه الكونتنت فاليديتي. تمام؟ الفاميلياريتي with a particular content. او مثلا زي ما حكيت قبل شوي عن الدبريشن، it's a hypothetical particular hypothetical trait، هذا بسميه construct validity. هلا بنشرحهم اكثر بالتفصيل، بس هنا احنا عم نعددهم. او مثلا اذا التست كان بدي اياه يقيس شغله وهاي الشغله اربطها مع اشي رح يصير بالمستقبل، هون رح نعمل prediction. تمام؟ هون الكيورد هي البريدكت، هذا بسميه criterion related validity. في types of experimental validity هي حكيناها بمحاضرة ال experimental epidemiology اللي هما ال internal وال external validity. ال internal هي يلي بتقيس إذا independent variable بيأثر على dependent variable. أما ال external validity حكينا عنها بكلمة واحدة اللي هي generalizable، إني أعممها على ال population أو ما أعممها على ال population. نيجي هون أنواع ال validity. logical، اللوجيكال فاليديتي لها نوعين، فيس اند كونتنت. بدي اياكم تعرفوا انه الفيس دائما بتيجي قبل الكونتنت، وانه الفيس انا ما بقدر اعملها لحالها، يعني زي كيف نحكي انه هي متطلب عشان انا اعمل الكونتنت فاليديتي. والستاتستيكال فاليديتي بتتضمن الكونستراكت والكرايتيريون، هذول التنتين بندرجوا تحت الكرايتيريون ريليتد فاليديتي، concurrent and predictive. في هون يمكن classification تاني او الاناليسز، بيحكي عن الاناليسز، بيحكي عن meaning analysis، انه الvalidity يلي بتقيس المعنى. ايش يعني؟ هلأ بس نحكي كل تعريف واحدة رح توضح اكتر. بتتضمن الface validity والcontent validity، لانه هدول التنتين الطريقة يلي بشتغل فيها عليهم انهم انه انا بعملهم relation للmeaning of the test. أما الامبيريكال، الامبيريكال هاي بقيسها أنا بكمبيوتر بروجرام زي الـ SPSS. تمام؟ هون إحنا منقيس الـ operational definition. تتذكروا الـ operational definition يلي حكينا عنه قبل شوي؟ هون أنا بقيسه. الـ operational definition إذا أنا قدرت أوصل له صح، أو إذا كانت الريزلتس تبعتي انه accurate وبتقيس صح الـ operational definition، فأنا هون وصلت للي بدي اياه من أنواعها الـ criterion validity والـ construct validity.
نحكي عنهم واحدة واحدة. الفيس فاليديتي هي كيف إنه زي إنك تتصفح المادة قبل الامتحان، هيك بالضبط. A brief and hasty examination of an instrument. يعني أنا عملت شو اسمه هداك الكويستيونير، أعطيته لإكسبرت، قلت له بالله شوف لي هذا الكويستيونير ضابط بيزبط إني أقيس فيه الدبريشن ولا لا. هيك رح يطلع على الأسئلة نظرة سريعة، رح يقرأهم. They appear إنه they test a depression. تمام؟ They look as though they are measuring the appropriate construct. بس هذا الإشي يعني يعتبر إنه least accurate، لأنه هيك بس تصفح سريع، يعني ما يعني it's not based on anything else. أما الـ content validity هي the degree to which an instrument has an appropriate sample of items for the construct being measured. أنا ما فهمت. الـ content validity هي حكينا عنها إنه بنقدر نفهمها بإنه it test measures all aspects contributing to the variable of interest. إنه أنا عندي امتحان، لازم هذا الامتحان يغطي جميع الجوانب. أنا مثلا عندي questionnaire على الـ depression، أنا لازم أسأل أسئلة تغطي جميع جوانب الدبريشن، مثلاً المنتال هيلث، الفيزيكال هيلث، كيف الدبريشن بيأثر على الفيزيكال هيلث، العوامل الخارجية، العلاقات مع الناس. هاي الأشياء أنا كلها لازم أغطيها عشان أخذ صورة كاملة وشاملة للدبريشن. هاي منسميها الكونتنت فاليديتي. Evaluated by expert evaluation عن طريق إشي اسمه الcontent validity index. هذا هو الفحص يلي أنا بفحصه عشان أشوف الcontent validity. ال ICVI هي ال item content validity index. إيش يعني؟ يعني نشوف هنا مثلاً أنا بعطي السيرفي تبعتي ل experts، قلت لهم قيموا لي إياها. هلا أكتر واحد متعارف عليه اللي هو من 1 to 4، إنه 1 being not relevant وأربعة highly relevant، إنه الأسئلة هل يعني منيحة إني أقيس فيها depression ولا لا. هلا لو أخذنا يعني لو أي حدا جاوبني 1 أو 2 بعطيه قيمة 0. أوكي، لو حدا جاوبني 1 أو 2 بعطيه قيمة 0 وبعطي لحالي قيمة 0. إذا حدا جاوبني 3 أو 4 بعطي لحالي قيمة 1. okay. بعدين بقيس كم 1 جمعت وكم 0 جمعت. نحكي هون شايفين هذا الإكزامبل إنه 4 judges أعطوني 3 أو 4، تمام؟ أعطوني quiet or highly relevant. كم واحد يعني أنا كم 1 جمعت 4 ونات، صح؟ جمعت 4، هما من أصل قد ايه؟ هما أصلاً 5، فأربعة على 5 8 بالعشرة. هذا هو الـ Item Content Validity Index. كل ما زاد كل ما كان أحسن. الـ Criterion Validity. Criterion Validity هي a degree to which the instrument correlates with an external criterion. إيش يعني؟ يعني مثلاً أعطيكم مثال، معدل التوجيهي هو الانسترمنت، إنه أنا مثلاً عملت جيت وقست معدل التوجيهي، مش إنه قسته بس يعني سألت عنه وجمعت معدل التوجيهي من مجموعة من الطلاب. بدي أعمل له correlation مع external criterion يلي هو إيش مثلاً؟ معدل سنة أولى جامعة. بدي أشوف هل في علاقة بين معدل التوجيهي ومعدل سنة أولى جامعة. هذا هو الكريتيريون فاليديتي. وهاي الفاليديتي بحصل عليها عن طريق شو؟ By comparing two instruments' ability to predict a similar outcome with a single variable being measured. يعني لو two instruments قاسوا معدل التوجيهي ويعني عملت لهم comparing للإكسترنال كريتيريون اللي هو معدل سنة أولى جامعة.
فعشان هيك عندي two types الconcurrent بتقيس الpresent الحاضر والpredictive بتحكي عن المستقبل عن الfuture. إيش يعني؟ نحكي عنهم هون أكتر. حكينا عنها صح؟ نحكي عن الpredictive. Predictive validity it forecast the future. تعطيني indication عن how well does a test predict future outcomes. مثال عليها زي ما حكينا start predicting first year GPA. Most tests don't have great predictive validity. ليش؟ لأنه predictive validity فيها time. لازم يكون فيها time. Okay. هذا time رح يأثر. يعني مثلا نفرض أنا بدي أعمل correlation مع معدل التوجيهي وسنة تالتة جامعة. يعني ما رح يكون فيها العلاقة الكتير قوية لأنه بهذا الوقت ممكن يكون صار في كتير أشياء أثرت. تمام. وكمان الأشياء بتأثر method variance. أنا ممكن أكون غيرت method يعني خلال time. ممكن أنا استخدمت tool كانت قديمة بهذاك الوقت بعدين غيرتها. فالpredictive validity إنه مش كتير عالية بتكون. أما الconcurrent هي it forecasts the present. تمام. How well does a test predict the current similar outcomes. مثلا أحكي طالب بالمدرسة أجيب علامته بالرياضيات وأعمل لها correlation مع علامته بالعلوم وأعمل prediction إنه هو جاب علامة عالية بالرياضيات فرح يجيب علامة عالية بالعلوم. تمام. بس what إنه they are at the same time. هنا ما في فرق وقت. عم باخد أنا هدول ال outcomes بنفس الوقت. فعشان هيك بتكون generally higher than predictive validity estimates. ونركز على إنه الcriterion related validity it predicts future outcomes. تمام. مش شرط إنه هلا مش هون قصدي إنه الفيوتشر هي البريدكتيف. لا قصدي إنه بين إشي وإشي يعني بيصير في prediction يعني تنبؤات. هلا هاي السلايد ما حكى عنها الدكتور ومش عارف شو بدي أعمل فيها بصراحة. نجرب نحاول. زي ما عندي reliability coefficient عندي validity coefficient. بس هون لأنه إحنا بنعمل prediction ما يعني ما بكونش كتير عالي. يعني مش زي ما أحكي إنه reliability هي أشياء أنا فعليا قستها. أما بالcriterion validity أنا عم بتنبأ بأشياء فما بيكون كتير عالي. زي مثلا 0.3 and 0.6 reliability ما كناش نقبل بإشياء أقل من 0.7. بس هنا as long as they are statistically significant evidence is considered valid. يعني بنقدر نقبلهم. هنا بنحكي لك انه إلها علاقة بالفارينس. إلها علاقة بالفارينس انه يعني زي ما حكينا انه هنا 0.3 and 0.6 لما نيجي نحكي عن الفارينس بتوصل ل 9.36% بس. إنها مش كتير عالية. الconcurrent is used when the two instruments are used to measure the same event at the same time. Same time. مش حكينا إنه الvalidity. أنا بحتاج ل two instruments. هنا هون. سأني أذكركم. وين حكينا؟ هنا. حكينا إنه الvalidity by comparing two instruments' ability to predict the similar outcome. فهنا بنبلش نعمل comparing. The two instruments are used at the same time at the same event at the same time. هي بنسميها concurrent. ناخد مثال عشان نقدر نفهم. مثلا بالانتخابات. أنا وصاحبتي تراهنا إنه أنا رح أعمل instrument تعرف الانتخابات وتتنبأ بالمين رح يفوز بالانتخابات. وصاحبتي برضو هي رح تعمل instrument تتنبأ مين رح يفوز بالانتخابات. So
هذا الإشي is said to have concurrent criterion validity if they predict similar outcomes. إذا أنا الإنسترمنت تبعتي وإنسترمنت تبعت صاحبتي اتنبأت ب similar outcomes, فهذا الإشي بحكي عنه إنه they have concurrent validity. أما predictive حكينا إنها بالfuture, إنه في time is allowed to pass. مثلا بهاي الانتخابات مثلا هون عندي مثال بالانتخابات, أنا جمعت مثلا أو شفت أو عملت instrument جمعت فيها polls, أوكي, أو registered voters, وعلى أساسه قلت إنه بما إنه عندي هالقد عدد من الفوترز لهذا الشخص فهذا هو الشخص يلي رح يفوز, تمام؟ ف against الـ outcome الحقيقي هو يلي بقارنه مع الانسترمنت أو يلي أشياء يلي أنا قستها. هاي بنسميها predictive لأنها بتتنبأ بإشي بالمستقبل. It determines the validity. هذا هو الإشي اللي determines validity, إني أعمل comparing between registered voters أو الأشياء اللي أنا قستها مع ال outcome الحقيقي. هلأ هنا برضو الدكتور ما حكى عنها. هنا بس بيحكي عن أهمية ال criterion, إنه بيعطي strong relationship, strong evidence. يعني أشياء منيحة. أما هنا الشيء النوع الثاني من الvalidity أو النوع الثالث ولا من عارفه هو construct validity. construct validity هي بتحكي عن ال traits يلي أنا بقيسها, يلي حكيت إنه ممكن ال questionnaire يلي أنا عملتها عم بتقيس self esteem ما عم بتقيس depression. هنا أنا بحكي عن construct validity. أهم الأسئلة اللي أنا بسألها وأهم الأسئلة اللي الـ construct validity بتجاوبني عليها اللي هي what is the instrument really measuring or does it adequately measure the construct of interest. الـ methods of assessing construct validity بإيش أنا بقيسها؟ known groups technique, relationship based on theoretical predictions, multi-trait, multi-method, matrix method, and factor analysis. هلا هون المفروض إن إحنا ما يعني بس نعرف نعددهم, مش مطلوب منا تعريفهم, بس لأنهم موجودين هنا خلينا نحكي عنهم شوي. In this procedure, the instrument is administered to groups hypothesized to differ in the critical attribute because of known characteristics. يعني أنا بقسم السامبل لمجموعتين, أنا عارفة إنه هاي المجموعة فيها الكاركترستيك A وهاي المجموعة فيها كاركترستيك B. بعدين الconstruct validity بتعمل لي support إني أعمل discriminate between هدول two groups. يعني أحكي إنه مثلا group A لأنه عندها مثلا ما يعني عندها كاركترستيك معين رح يكون عندها هذا الديزيز, أما جروب B لأنه عندها ذاك الكاركترستيك الثاني فما رح يكون عندها هذا الديزيز. هذا بسميه known groups, إني عم بوزع الجروبس على أساس known characteristics. relationship هاي مثلا لو كان عندي علاقة بين X و Y ولو كان عندي علاقة بين Y و Z فرح يكون يعني رح استنتج انه عندي علاقة بين X و Z. هاي بتقدر تقرأوها هيك على السريع, يعني هي هيك اشي, بس المهم انه في relationship, في relationship بتعمل predictions, يعني انها مش direct انا عم بستنتجها استنتاج. multi-trait multi-method matrix method بتحكي عن convergence والdivergent, نحكي عنهم هون. convergence هي it comes from correlations between two different methods measuring the same trait. يعني ال extent هي بتحكي عن ال extent إنه هدولا two different methods, okay, عم بستخدم أنا totally
two different methods عم بيقيسوا نفس التريت. تمام، يعني أنا استخدمت طريقة مثلا questionnaire، طريقة تانية استخدمت مثلا فيها interview، عم بيقيسوا التنين depression. هلا إذا كان في إنه correlation بيناتهم، هذا بسميه convergent validity. أما discriminability حلو هالكلمة، أو divergent evidence that the construct can be differentiated from other similar constructs. يعني هون أنا ما عم بقيس نفس ال مش عم بقيس نفس التريت. A degree to which a single method of measuring two constructs yields different results. يعني أنا ما عم بقيس نفس التريت بالنهاية يعني. تمام؟ أو يعني بمعنى آخر إنه مثلا ميثود واحدة interview، نحكي مثلا interview، بس أنا عم بقيس two different constructs، عم بقيس مثلا بالinterview الأولى عم بقيس depression، بالinterview الثانية عم بقيس self-esteem. هذا بسميه discriminant validity. discriminant يعني إنه إشي بيميز، فإنه هاي يعني ما بيشبه بعض، yields different results. وخلص خلصنا. بس بدي اياكم تعرفوا انه انا لما اخذت شرح حضرة المحاضرات ما كنت عارفة انه هالقد هم صعبين وبيخزوا، فانا كتير اسفة لو في فكرة ما كانت واضحة او اذا غلطت وانا بحكي، لانه احتمال كتير كبير اني غلطت، فبليز سامحوني واعذروني، واي ملاحظة او اي استفسار ابعتولي. وشكرا لكم كتير كتير كتير، شكرا لكم انكم تحملتوني. وإن شاء الله بشوفكم فيديوهات تانية بكون الوضع أحسن من هيك. شكراً.